مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هالنهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد كما كتشوفوا واحد القفص نموذجي، يعني من التصميم ديالي. بغيت ناخذ الراي ديالكم، يعني انا كنت صوبته لكن خدمت فيه بعض الارانب، ولكن من بعد يعني حيت ديك الارانب، تباعوا لي شي ارانب، ولكن دابا حان الوقت اللي غادي نخدمه ان شاء الله. علاش؟ لان وجدوا لي شي ارانب كما كتشوفوا، هادو راهم وجدوا لي هاد نتوات، يعني خاصني دابا ضروري انني نستعمل هاد القفص. يعني هاد القفص حاولت انني ندير فيه واحد التصميم ديالي انا، يعني خاص بيا، وبغيت نوري لكم. الناس اللي كيقولوا لي بغينا قفص نموذجي بالنسبة للعلو والطول ديالو، شحال من ولادة فيه. هذا راه قفص يعني نموذجي لخمسة ديال الولادات. انتم كاين واحد اثنان ثلاث اربع خمس ولادات. التصميم ديالو كيفاش؟ اولا العلو عالي ب 85 سنتيمتر، يعني بالنسبة للعلو ديالو انتم كما كتشوفوا اليد ديالي، يعني قد الوقفه، حنا كنقولوا قد الوقفه. بالنسبه للعلافات كتعطي الاكل من برا، هذه العلافات راني يعني صانعهم راسي، يعني صنع يدوي بسيط ولكن فعال. هذا العلافه كتمد الاكل للداخل، يعني كما كتشوفوا انتما، يعني كترمي الاكل من هنا وكيبان هو من الداخل. انت ماشي غادي تحل عليهم وتبقى تعطيهم الاكل من هاد الجهه، انما كتعطيهم غير على برا، ان كاين ارانب اللي كيكون كياديو. يعني انت كتعطي الاكل من هنا من هاد الجهه وهما كياكلوا من هاد الجهه. بالنسبه للطوله غالفانيزي، هي يعني راني فاصل بيناتهم هكا، لان بخطرات كيكون واحد السلك من هاد النوع مثلا، يعني ما بين، ممكن ان تخشي الصبع ديالك هكا، جربتها. اذا مشيتي تفصلتي بيناتهم هنايا كيبقاو هما ياكلوا بعضياتهم، كيبقاو يعضوا بعضياتهم. اما بالنسبه لهذه الطريقه هذه، هذا طوله غالفانيزي وصالحه، انا جربتها في لا الصيف لا الشتاء. يعني الناس اللي غادي يقولوا لي لا الطوله هذه غادي تسخن مع في الصيف، انا جربتها ما كتسخنش. علاش؟ لانها عاليه على الارض ب 85 سنتيمتر، ما غاديش تسخن. بالنسبه للشبيك، هذا الشبيك هذا راه كيتباع ب 55 درهم للمتر كاري. الناس اللي بغاو يسولوا على هذا الشبيك هذا، هذا راه اسم ديالو غالفانيزي، يعني هذا شبيك غالفانيزي. كما كتشوفوا العوينات ديالهم هنا فيهم سنتيمتر، بحيث اننا فيهم جوج ميزات، ان الارنب ممكن انه ما واخا يكون يعني غير يعني الله مولود، ما يطيحش هنايا، وفي نفس الوقت ان ديك الزبيلات ديالهم الفضلات ديالهم كيطيحوا، يعني وسلاح ذو حدين. بالنسبه للولادات، هذه جهه هي كتسد هنايا، كتعطيهم الماكله من هنا وتسد بهذه الطريقه، هذه يعني غير سلك ولا اي حاجه، المهم هما، المهم كتسدها بهذه الطريقه. هي هي صافي كتولي مسدوده. الجهه الاخرى اسمو كاين، حاول انني ندير واحد هنايا باش نقدر نطل هنايا، يعني ما هي الا طلاله، وتلفج هذا من دايرو على حساب ممكن ان تستعملوا هاد الولادات وديروا هنايا واحد 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 عازل اللي غادي يمنع ما بين هنا هاد الجهه ديال الولاده وهاد الجهه ديال الام. علاش؟ هنا في حالة واحد لقيتها، نقولوا بغيتوا انكم ديروا يعني الرضاعة الحبيسة، كتخشي واحد الخشبة من هنا، وممكن انكم تولي تدخلوا النتوة ديالكم لهذه الجهة اللي هي عندها باب اخر، هانتوما كما كتشوفوا هذا باب اخر اللي كيدي الجهة ديال الولادة. هاد الجهة ديال الولادة ما هي الا شبيكة بحال هذه، شبكة عادية مربوطة هنايا، خليت لها فراغ هما، ونربطها بالاسلاك. هيا صافي، هنايا منهم منفسين، منهم منفسين، منهم انهم محميين.
القضيه ديال الباب ديالهم باب بسيط يعني راه غير مشد بالسلك هنا ماشي شي حاجه ها هو. وهنا درت هذا الشبيك هنا بالعاني باش انا الراقب كلتا الجهتين من هذه الجهه يعني نمشي تدرس واحد الخشبه هنايا نعازل ما بين هنا وهنا ونبقى ندخل النتوه انها ترضع هذيك هي الرضاعه الحبيسه غادي ترضع يرضعوا منها الصغار ديالها بالزز منها هذا الشيء هذا دول الفكره ديالها ممكن انني نحضيها هي اشنو دايره وممكن نحضيهم هما اشنو دايرين يعني درت هذا الشبيك منا وهذا الشبيك منا الشبكه هذه راه ديال الماعن عاديه كدير 5 دراهم بالجمله 6 دراهم ونص كدير كتباع هي 6 دراهم ونص كتباع 5 دراهم شريتهم بالجمله هذه شبيكه هانتوما شوف العوينات ديالها راه مزيانه باش يقدروا الصغار انهم يتنفسوا بالنسبه للعدد الولادات راهم كاينين 5 انا ما بقاليش هذا الشبيك هذا استعملت هذا لان هذا ماشي مشكل من الفوق انه يكون واخا يكون خشبه ولا اللي يكون اللي كان المهم عندنا وهو هذا خصو يكون مشري هذا شبيك غالفانيزي كما قلت لكم راه كيدير 55 درهم للمتر كاري يعني كله ممكن انكم تشريوه هذا يقدر يكون فيه واحد 2 متر صافي راه كافي وعاد راه كاينه بلاصه الخويه ديال الشبكه ها هي يعني غادي تقام عليكم رخص يعني ماشي 2 متر ممكن انه متر ونص يعني كافي ليه كامل بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي العلو ديال من هنا لهنايا هذا العلو انا درت فيه 35 سنتيمتر ممكن ديروا فيه حتى 40 سنتيمتر ماشي مشكل غير الفكره ديال هذا الشيء كامل وهو ان يكون عندكم بلاصه ديال الولادات يعني كتطلعوا عليها بلاصه ديال الولاده عندكم العلافه ديالها ماشي ديروا العلافه من الداخل وتبقى تاديكم الارنبه هنا ديروا العلف من هنا على برا كما كتلاحظوا وهي كتاكل من داخل بالنسبه لـ 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 يعني البلاصه اللي غادي تدير تولد فيها كتكون من هذه الجهه بوحد عندها بيبان بوحدهم هادو كلهم بيبان هانتوما لاحظوا 1 2 3 4 ها هي 5 يعني انا علاش دابا بغيت نوجد هاد القفص هذا لان جا حان الدور ديالو لان هاد النتوات راه بداو كي واخا انهم صغارين يعني لاحظت انهم بداو كيتزاوجوا ان معاهم واحد الذكر دابا خصني نحيدهم من تما ونجيبهم لهاد الجهه هذه الى احتاجتوا شي تفسير ولا شي حاجه من فهاد القفص هذا راه القفص نموذجي للغايه يعني الحقيقه رخيص في الثمن لان الطوله غالفانيزي الطوله هذه راه رخيصه ما غالياش هذه راه كدير 12000 فرنك للمتر كاري وعاد كاينه الرقيقه هذه حيت غليظه عليها دايرها الثمن هذه راه غليظه اما الرقيقه راه كدير غير 80 درهم 85 درهم للمتر كاري يعني يكون الناس اللي ما قدروش انهم يصنعوا بحال هاد الحوايج هادو ممكن انه يشري السلعه ويديها للحداد يعني للصدور ويعطيه هاد الفكره يقول له انايا بغيت ها شنو بغيت ها المقاييس اللي عندي كل واحد ممكن انه يكون عنده واحد سطح غير صغير ممكن يدير منه غير جوج من هادو غير جوج ولادات صافي ودير رجل هنايا صافي وها هي عندك قفص نموذجي بالنسبه للفضلات الناس غادي يقولوا لي الفضلات كيفاش غادي نديروا لها الفضلات وهي هاد المكه هادي ثم كما كتشوفوا معايا هادي راه مكه هادي غادي نلصقها هنايا تحت منه يعني تحت من هاد القفص هذا وغادي نجيب سطل كما هذا سطل ولا هاد السطل مثلا هكا وغادي نحطه هنايا وغادي دير هنايا الميل يعني هنايا غادي تربط هنايا تربط يعني الميكا لهاد الجهه وتجي الميكا هكا بهاد المستوى هكا 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 وتحط السطل هنايا باش هذاك الشيء كامل اللي غادي تجمع لنا تحت من يعني الفضلات اللي غادي يكونوا من هنا من الفوق اللي غادي يطيح من هنايا غادي تجمع في هاد الميكا هادي ويمشي يمشي 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 لعند السطل ديال الماء صافي وممكن انكم تخلصوا منه اذا قفص نموذجي يعني خذوا الفكره انا وريتكم هذا الفيديو هذا باش تاخذوا الفكره يعني
ممكن هنايا ما ديروش هذا الشيء، ممكن ديروا يعني غير بلاستيك ولا اي من الفوق، ماشي مشكل يعني من الفوق، هذه غير باب كيتحل هكا، ممكن ديروا بالخشب ولا اي حاجه، ولكن كما قلت لكم اللي مهم وهو هذا الشبك، هذا خاص ضروري يكون، لانه هو اللي كيساعد الانانيب ما كيعذبهاش بالعربيه، في نفس الوقت كيطيحوا الفضلات، في نفس الوقت ما يتخشوش لهم رجليهم، ما كيحصلوش لهم رجليهم سنتيمتر. راه هذا الشبك هذا ممكن انكم تلقاوه غالفانيزي، المعنى ديالها انه ما كيصديش، واخا ترشفوا منه الماء مثلا، انا دابا كنقيه هاد طوله هاكا كنكب عليها هكا، ما غاديش يتصدى. علاش؟ لان هذا ماشي حديد، راه ماشي حديد، هذه راه طوله غالفانيزي، وهذا الشبيك حتى هو غالفانيزي، هذا ما كيتصداش، واخا تكب فوق منه الماء ما كيتصداش. غير العوينات ديالو، يعني هذا المربع هذا بالضلع ديالو راه فيه سنتيمتر، ماشي 2 سنتيمتر وماشي سنتيمتر ونص وماشي نصف سنتيمتر، راه كاع اللي غادي يجيب شي مقياس اخر من غير هذا ما غاديش يخدم له، هذا المقياس هو اللي كيخدم سنتيمتر، هنا يكون سنتيمتر. اذا هذا هو اللي كاين في القفص، يعني في الحقيقه اي واحد ممكن يخدمه، يعني الطوله هذيك كتمشي كامله هكا، وكدير لها افتحات هنا، وكتجيب هاد العلافه هكا كتركبها لها صافي، كتولي باللي كتخشي الماكله من هنا، وكياخذها الارنب من الجهه الاخرى. اذا خذوا الفكره وشرحوها لشي صدور، والناس اللي كيقدروا يعني يصنعوا بيديهم، ماشي شي حاجه، مطرقه لا مول، يعني ادوات بسيطه ممكن انك تصنع هذا القفص. ما قديتوش ممكن انكم تشرحوا الفكره لواحد اختصاصي، يعني عنده لامول، عنده المسائل ديالو اللي كيصوب هذا الشيء، وديروا معاه الثمن وان شاء الله يكون الخير. اذا الفكره ديالي هي هذه، الفيديو ديالنا راه سهل، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناة غادية في الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.